شهدت محافظة بورسعيد إنشاء العديد من المجمعات الصناعية التي جذبت كثيرا من صغار المستثمرين وأصبحوا من المصدرين إلى دول عديدة في العالم، ومن بينها مجمع 58 مصنعا ومجمع 118 مصنعا وغيرها من التي يتم إنشاؤها حاليا نظرا لإقبال المستثمرين عليها. هذا ويقام مجمع 118 مصنعا على مساحة 41 فدانا تقريبا، وتم إنشاؤه عام 2017، حيث أصبحت المجمعات الصناعية في بورسعيد تنافس الصناعات الصينية. نجاح كبير أثبتته المجمعات الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية، مع تحول عدد كبير من العاملين بمجالي الصناعة والتجارة إلى الاستثمار الصناعي. هنا ومن داخل أحد مصانع الشنط في مجمع 118 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، أصبح هذا المنتج ينافس الصناعة الأجنبية دون الحاجة للاستيراد. طبعاً الخطة بتاعت الدولة وخطة بتاعت سيادة المحافظ برضو اللي احنا نشتغل في التصنيع ونشتغل على نفسنا، فالحمد لله رب العالمين. زي ما حضرتك شايف احنا بنجيب المنتج، بنجيب الخام من الالف، وبنجيب بنصنعه من الالف للياء. الخام بنجيبه رول من الصين، وخد بالك، وبالاكسترات بنجيبها من الصين. واحنا زي ما حضرتك شفت في بدايه الخط بنقطع القماش ده على مكبس وباستنباط، وبعد كده بتخش مراحل الخط الانتاج اللي احنا في ظهره دلوقتي. يتخصص هذا المصنع في انتاج الصناعات والمنتجات الجلديه وحقائب السفر، حيث ينتج جميع انواع الحقائب سواء خام او فبر او سيليكون، فضلا عن حقائب اللابتوب، وذلك بصناعه مصريه 100%. احنا هنا مصنع شنط، بنتصنع شنط من الالف للياء، يعني دي حاجة من أول مرة بتحصل في الصناعات المصرية، وتعتبر طفرة من طفرات اللي موجودة حاليا في مصر، إن احنا بنصنع الشنطة من ألف للياء. يعني يمكن الصناعة دي قبل كده ما كانتش موجودة، بدأت تبقى موجودة حاليا في الوقت الحالي. بنجيب القماش بنبدأ بيه عمليات الفرد وعمليات القص، وبعد كده بيخش في المراحل بتاعته، مراحل الإنتاج، لحد ما توصل منتج تام زي ما حضرتك شايف كده هو. وطبعا الجودة بتتكلم عن نفسها، يعني احنا قدرنا صراحة في الفترة الأخيرة نتفوق على كمان الجودة المستوردة. صناعة المنتجات الجلدية بهذا الشكل تعتبر طفرة من طفرات الصناعة التي حدثت في الفترة الأخيرة، حيث كان يتم استيراد الحقائب بشكل كامل، إلا أن المنتج المحلي بات الآن متفوقاً على المستورد. طبعاً إحنا شغالين على أحسن مستوى في الجودة، نحاول نأسسها صح بحيث أن المنتج يطلع عندنا بأحسن جودة عندنا، ما بنتنزلش عن الجودة عموماً في أي حاجة. شغلنا ما يختلفش عن حد بروفيشنال كتير جداً جداً جداً، مركز أول في التصنيع حالياً. بنشتغل على معدلات ومقاييس الجودة، يعني شغل الشنطة تطلع زي ما هي بالظبط. في كذا اوبشنات، في اكتر من شنطه عندنا، الفبر عندنا، شنط المدارس، شنط الحضانه والترولي، جميع منتجات الشنط موجوده عندنا. ويقام مجمع 118 مصنع على مساحه 41 فدان تقريبا، وتم انشاؤه عام 2017، وتم طرحه وتخصيصه بالكامل، وفيه عدد الوحدات 118 وحده بواقع 99 مصنعا.